نعم، في البداية أستاذ صلاح دعني أن أرحب بالسادة أهلا وسهلا. الضيوف لديك، وخاصة يعني السيد عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثي، الذين دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه. وأنا أحدثك وأنا أحد أبناء سكان قطاع غزة، ويخضع أهلي وأبناء شعبي لمجازر إبادة جماعية منذ 265 يوم، ولم يجد الشعب الفلسطيني نصيرا في الأمة العربية والإسلامية سوى أهل اليمن، أهل العزة والإباء الذين لا يقبلون الضيم، وأهل لبنان وأهل العراق. هؤلاء عمقنا الحقيقي الذين بذلوا الدماء والأرواح فداء لفلسطين ولغزة. وكما قال ضيفك العزيز، لا تحتاج حماية الملاحة في البحر الأحمر وحماية السفن في البحر الأحمر إلى قرار مجلس أمن، الذي يعتبر مجلس خوف وليس مجلس أمن. باعتقادي أن الإجابة اختصرها ضيفك العزيز بأنه على مجلس الأمن إصدار قرار ملزم لإسرائيل بوقف حرب نعم، الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وتلقائيا ستنتهي يعني الهجمات نعم. اليمنية العزيزة طبعا المشرفة الدول التي على تحفظت السفن على الداعمة القرار، لإسرائيل. الدول التي تحفظت على القرار أضافت نقطة تتعلق بأنه لا بد من معالجة أسباب الصراعات التي ساهمت في هذه التوترات الإقليمية وتعطيل الأمن البحري. كانت روسيا أيضا قد تحدثت عن ضرورة إعادة تصحيح مجلس الأمن برمته وإدخال دول أفريقيا وآسيا وكذلك أمريكا اللاتينية. يعني هل نحن أمام فعلا عجز لمجلس الأمن للقيام بمسؤولياته الحقيقية تجاه العالم؟ باعتقادي نحن أمام ازدواجية معايير مكتملة الأركان. نعم يعني أنا كمختص ومحاضر جامعي في القانون الدولي والنظم السياسية، نعم الذي صنع منظومة المجتمع الدولي والأمم المتحدة هي الويلات التي جرتها الحرب العالمية الثانية وفشل عصبة الأمم المتحدة في فرض الأمن والسلم الدوليين، صحيح فأنشأوا المنظمة الأمم المتحدة بكافة أجهزتها وعلى رأسها الجهاز التنفيذي صاحب القوة الملزمة مجلس الأمن، ومن اسمه اسم مجلس الأمن لهدف سامي وهو حفظ الأمن والسلم الدوليين. نعم عندما يعجز هذا المجلس أن يفرض الأمن في اليمن وفي غزة وفي السودان وفي كل بلاد الصراع العربي والإسلامي، ولا نسمع له صوتا إلا عندما تكون الكرة أو الخطر يتهدد الإسرائيليين أو الأمريكيين أو الدول العظمى. وكما قال السيد رجب طيب أردوغان رئيس تركيا أن العالم أكبر من خمسة، لا يعقل أن يختصر المجلس الأمن الذي يفترض أن يرعى أمن 193 دولة أن يختص فقط بالدفاع عن إسرائيل وأمريكا وبريطانيا والدول العظمى في هذا العالم. هذه ازدواجية معايير. حرب غزة أستاذ صلاح هي كشفت زيف هذه المنظومة الدولية. اليوم إسرائيل ترتكب أفظع جرائم عرفتها البشرية، ولست أنا الذي أدعي ذلك وأقول، وإنما الذي أدانها بالإبادة الجماعية وقبل الدعوة هي محكمة العدل الدولية. وعندما نقول محكمة العدل الدولية نقول أن هذا هي الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، وقراراتها ملزمة وعلى درجة واحدة لا تقبل الطعن ولا الاستئناف. وعندما ترفض إسرائيل تطبيق قرار محكمة العدل الدولية، القرارات الستة التي صدرت كقرارات احترازية مستعجلة لحماية الشعب الفلسطيني ولإدخال المساعدات ولإيقاف الإبادة الجماعية، كان يجب على مجلس الأمن أن يصدر قرار ملزم وفوري بإلزام إسرائيل بتطبيق قرارات محكمة العدل الدولية. وبعد 8 أشهر ورغم تأخر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان، إلا أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. إذا إسرائيل متهمة من المحاكم الدولية بأفظع الجرائم وهي الإبادة الجماعية، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. هذه الحرب أستاذ صلاح يعني مع حقنا مع احتفاظنا يعني بحرية التجارة الدولية، وهذا حق لا أحد يمكن أن ينكره، لكن التجارة الدولية والملاحة البحرية في البحر الأحمر ليست أعز
من دماء أطفالنا ونسائنا وكل مساكننا وشوارعنا وجامعاتنا ومدارسنا وأكاديميين وطاقمنا الطبية والصحفية، كل من تم استهدافهم في قطاع غزة. ليست الملاحة البحرية أعز منه. أنا هنا أستاذ صلاح أذكر الجميع أن المقاومة اليمنية عندما ضربت السفن الإسرائيلية والذاهبة لإسرائيل والتي تتعامل مع إسرائيل، هي لم تضربها من عبث. هذا الضرب هو نتيجة. نتيجة ماذا؟ نتيجة العدوان الإسرائيلي الهمجي، نتيجة حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.